أهلا وسهلا بكل الصديقات والأصدقاء، حلقة جديدة من حلقتنا على المشاهد تي في. نخصص هذه الحلقة لفيلم المذنب للمخرج أنطوان فوكوا. أنطوان فوكوا من طبيعة الحال من مواليد 1966 ببنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، مخرج ومنتج وممثل، له العديد من الأفلام الشهيرة من بينها يوم متعب، شوتر قناص النخبة، والمعادل بجزئيه الأول والثاني، وكذلك الصعر في البطن، وفيلم الوسترن الرائع الرائعون السبعة. يحضر في هذه الأفلام الممثل ديزني واشنطن في العديد منها. أما فيلمه الأخير المذنب فهو الذي سنتحدث عنه، وهو من إنتاج سنة 2021 في سينما المخرج أنطوان فوكا. يحضر العنف والانتقام، ويحضر البطل الأسود، وكذلك يحضر السفر والمواجهات والعراك والتجسس. هذا ما سنراه في هذه الحلقة ونتحدث عنه انطلاقا من فيلم المذنب. ابقوا معنا. في فيلم المذنب للمخرج أنطوان فوكوا يحضر شرطي في زاوية في مكان مغلق، يتواصل مع عالمه الداخلي ومع عالمه الخارجي. شرطي تحت الضغط يعمل في عزلة، يقدم البطل في لقطات ومشاهد مقربة جدا تنتهك حميمية الشخصية التي يتواصل معها عبر الهاتف. تجري أحداث الفيلم في 8 ساعات ممتدة، مما يجعل التوتر شديدا ويرتفع شيئا فشيئا. لا نرى مع من يتحدث، ولكن هكذا يجري العمل. في فيلم المذنب 2021 90 دقيقة للأمريكي أنطوان فوكوا، نسخة أمريكية عن فيلم دنماركي بالعنوان نفسه سنة 2018 للمخرج غوستاف مولر، حقق نجاحا نقديا كما في المهرجانات. فقررت منصة نتفليكس إنتاج نسخة مؤمركة منه. نقلت أحداثه إلى لوس أنجلوس، مركز الكون بالنسبة إلى هوليود. تغيير مكان الأحداث من الهامش إلى المركز لتعميق درامية المكان بالزمن. جرت الأحداث أثناء اندلاع حرائق الغابات في كاليفورنيا لزيادة منسوب الدراما، وصورت الحرائق عند اندلاعها ثم دمجت في الفيلم. في هذا السياق يتعرض الجميع للضغط، الدخان والزمن والمكان. الشريط الصوتي في النسخة الأولى بسيط وفقير جدا، بينما في النسخة المؤمركة أو الأمريكية مذهل. يشك في أن شركات صغرى يمكن أن توفره، وفي أن تملك موارد ووسائل التلاعب بالحواس في زمن الثورة التكنولوجية. هذا الفيلم طبعات عالمية لنسخة محلية، أو بتعبير آخر نسخة معولمة، فيه لمسة تقنية وتجارية أكبر. كل فيلم تعيد نتفليكس كتابته وإنجازه وإطلاقه تصير الطبعة الجديدة منه أشهر من الطبعة الأصلية. هكذا تعيد المنصة الأمريكية صوغ الفن العالمي من منظورها. حين يشتد الضغط على المذنب يختنق التنفس، وهنا استعارة للفيلم المكان مظلم ولا أستطيع التنفس. تشتبك قصة الضابط بقصة المتصلين به. اقترب أكثر مما ينبغي ممن يشتكون، لأنه رجل يجذب المصائب. صديقه مثله لا يلتزم بالقانون، ويكشف عنفه اللفظي وطريقة تعامله مع أسرته. التعساء ينقضون التعساء. يفترض برجال الشرطة أن يكونوا أسوياء يريدون وضعيات مختلفة. المفاجأة أن الشرطي نفسه يعيش اختلالا. ضابط يسقط تعقيدات حياته الشخصية على عمله، ويعمل في مناوبة ليلية. عصبي يفضح غضبه عدوانيته. متابع في قضية جنائية، مصيره مرتبط بشاهد سكير في المحكمة. شاهد كذاب يزعم أنه يعمل في مكتب العمل، بينما هو رفقة امرأة تشهق. يفترض بأن يستنتج من الصوت أن هذا الشاهد سيحطم مستقبله. وهكذا تتوالى الأحداث.
في فيلم المذنب فراغات كبيرة يتركها المخرج للمتفرج لتشغيل خياله وتشتيت انتباهه. حوار قصير اشتغل عليه المخرج طويلا وبذل الممثلون جهدا في هذا الفيلم الذي يشبه مسرحية إذاعية يحضر فيها المونتاج والصوت بشكل عالي. وضع المخرج الصوت والصورة في سياق كشف المعلومات، وهكذا حذف أنطوان فوكا الصورة فألقى العبء على الصوت لتوضيح القصة. السلاح الوحيد لإنقاذ الهاتف اتصال الشرطي بثلاثة أفراد من عائلة واحدة. يتخيل المتفرج الشخصية انطلاقة من صوتها أو المذنب من صوته، تتبدل نبرات صوت شخصية تحكي وتتذكر وتبكي. يتولى الشرطي تدبير حالة جنون عن بعد بالصوت بينما يتواصل صب المعلومات والأحاسيس والأنين وتخيل الأمكنة. الصوت في هذا الفيلم يحضر بشكل كبير جدا، وفي هذه الطبعة الأمريكية من المذنب يتواصل الصوت بقوة مع المتلقي ويزوده بما يكفي من المعلومات والأحاسيس التي تؤهله لفهم ما يجري بل لتخيل التيمات المحتملة. إلى لقاء متجدد بحول الله، كان معكم عبد الثورة. لا تنسوا دعمنا في القناة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.